يعني منذ طفولتي ما عندي أي مشروع آخر سوى الكتابة. أنا هي بلدي، هذا هون بيتي، هون أهلي، هون قبر أمي. ما عندي مكان ثاني بعدين. ما بدي مكان ثاني يعني. حلب مدينة الألم أيضاً. جردوها من مطابخها، جردوها من أنيابها، جردوها من كل شيء. 50 عام من العقاب. وكنت قريب جداً من الموت. وكان السؤال لدي، ماذا لو مت الآن؟ ماذا سيحدث في جسماني؟ شغف بالطبخ يعني ببساطة هو بيجي من الوحدة يعني. وتفكر شو بدك تعمل أشياء لا تؤذي الآخرين. أعتقد بأن السوريون سيبقون يكتبون 1000 عام عما حدث.